جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن إحاطة المنزل كما يقول؟ هل يمكن إحاطة المنزل بآية الكرسي؟ وكيف يكون ذلك؟ وكم عدد المرات؟ جزاكم الله خيرا. الذي ورد أن آية الكرسي تقرأ في أدبار الصلوات، ولا سيما صلاة الفجر صلاة المغرب، وكذلك تقرأ آية الكرسي عند النوم. دليل حديث أبي هريرة في قصته لما كان يحرس التمر ويأتيه الشيطان ويعبث بالتمر، ثم في النهاية أرشده إلى أن يقرأ آية الكرسي، وإذا قرأها فإنها تمنعه من الشيطان. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. آية الكرسي عصمة من الشيطان، يقرأها عند النوم ويقرأها في أدبار الصلوات. أما قراءتها وإحاطتها بالمنزل فهذا لا دليل عليه ولا أصل له، يعتبر من البدع. نعم.